كلنا في عنا نوازع شيطانية مكبوتة، بس لو اجتك الفرصة تمارس رغباتك الشيطانية بدون ما تتحاسب رح تستغلها ولا بتلعب دور الملاك البريء؟ She makes awesome videos. هاي الحلقة برعاية ستوريتل. آخر كتاب قرأته مع ستوريتل وكان بيستاهل حلقة لحاله هو رواية دكتور جاكل ومستر هايد لروبرت ستيفنسون. حسيتها بتلمسنا كلنا. بتقول الرواية إنه دكتور جاكل اتشقلب في الحال بسبب عقار صنعه، بيساعده على التحرر من الالتزامات الأخلاقية وبسمح له إنه يمارس رغباته المدفونة. مع الوقت الدكتور المهذب جاكل طلع شخصيته الشيطانية على شكل شخصية هايد. That's what he calls himself. الإشي اللي صدم اللي حواليه، كيف شخص كتير لطيف ومهذب يطلع منه كل هاي الأشياء؟ يا شرير يا حقير. الدكتور مع الوقت بيفقد السيطرة وبصير العقار تقريباً بده يصير دائم، لكن شوي شوي بحاول يرجع يسيطر على الوضع. والموضوع نفسه مش بعيد عنك شخصياً على فكرة. ستيفنسون وقت تأليف الرواية كان مبهور بكيف إنه الشخصيات البشرية بتدمج بين الخير والشر. It seems that we have two distinct selves within us, one good and one bad. ما في حدا فينا سيء تماماً ومليان بالشر، وبرضه ما في حدا 100% مليان طيبة وأخلاق وضمير. فيمكن لا تستغرب إذا كان في حدا كتير لطيف ومهذب ومحترم فجأة يقلب مستر هايد. هلأ في أكثر من تفسير حاول يفسروا ليش طلع مستر هايد. إشي بقول لك إنه الزلمة أصله خير لكن تعرض لظروف خلته شرير. He was torn between the two parents. He was a lost child. وإشي بقول لك لا، هذا مصاب بالسكيزوفرينيا يعني الفصام، وهي الحالة اللي الشخص فيها بيصير يسمع أصوات داخلية بيحسها إنها حقيقية جدا لكن بالواقع ما في حدا غيره سامعها. These voices from God, these hallucinations, do you still experience them? Yes, I do. الإشي اللي ممكن يخلي أي مصاب يعمل أشياء مش منطقية أو شريرة، وهذا التفسير ممكن لأنه بالعادة السكيزوفرينيا ما بتيجي بتنولد معك بل بتظهر لك بسن الشباب. أو تفسيرات تانية قالت ممكن يكون سوسيوباث أو معادي للمجتمع. والسوسيوباتية هي لما الشخص مش كتير يحس بالتعاطف مع الناس اللي حواليه وبنفس الوقت بيقدر يكون شرير وبيعرف كيف يتلاعب بمشاعر الآخرين وبأفكارهم عشان ياخد اللي بده إياه. بس يلا على الأقل السوسيوباتية أرحم من السايكوباتية. والسايكوباث هو الشخص اللي ما في عنده أبداً أي تعاطف مع الآخرين وما بيحس لا بالذنب ولا بالندم على أعماله الشريرة. ودكتور جاكل اللي هو نفسه مستر هايد بالرواية كان أحياناً يحس بالذنب ويحاول يسيطر على هذا العقار الملعون، لكن بالآخر مستر هايد مش بالضرورة يكون عنده لا سكيزوفرينيا ولا سوسيوباتي، بل يمكن هو طيف كبير موجود عندنا كلنا. الرواية بتوضح لك الصراع النفسي للإنسان بين الخير والشر، الخير والشر اللي موجود فينا منذ الأزل ومش لازم بالضرورة تكون مرتبطة بحالة مرضية. حتى أكثر الناس روعة وعظمة بتلاقي فيهم نزعات شيطانية شريرة، وأكثر واحد حقير وشرير في عنده شغلات منيحة أحياناً. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. ببساطة مستر هايد ممكن يكون موجود فينا كلنا، فمن الغلط إنه نحكم على الناس بتطرف ونتوقع منهم بس الخير دايما، لأنه الشر زي الخير معجون فينا وبشكل طبيعتنا مش دخيل وشاذ علينا. You admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. فلا تنبت حالك، لكن الشطارة إنك تفهم حالك وتساعدها تتحسن وتتغير وتفهم الشر كمان تبع الناس اللي حواليك وبرضه تساعدهم إنهم يتغلبوا عليه ويتحسنوا، وإنه كفة الخير فيهم هي اللي تغلب، وهذا بيجي من الثقافة والمعرفة. عشان هيك شكرا كتير لستوري تيل، لأنه لما قرأت الرواية وعدتني على إشي موجود فينا كلنا وخلتني ما أطلق الأحكام القاسية لا على حالي ولا على الناس التانيين. القراءة كتير مهمة، مش بس بتخليك شخص واعي ومثقف بل كمان مع الوقت بتحولك لشخص انت نفسك حلال عقدك النفسية، وعن طريق القراءة بتقدر تساعد حالك شخصيا ومهنيا. رواية دكتور جاكل ومستر هايد موجودة على ستوري تيل. ستوري تيل في عليه آلاف الكتب الصوتية بالإنجليزي وبالعربي بكتير مجالات. رابط الاشتراك بتلاقوه بالبايو على انستغرام أو بواحد من الكومنتس. بشجعكم إنكم تشتركوا وتحاولوا تقرأوا نص ساعة باليوم، ربع ساعة، ما بتتخيلوا قديش رح تفرق حياتكم. طيب انتوا قولوا لي، هل يا ترى في جواك مستر هايد متخبي وبستنى يطلع؟ وإذا في، شو الطريقة اللي بتخليك تقدر تسيطر عليه؟ حكونا بالتعليقات. سلام. يا شرير.